الإسرائيليين رجعوا أقدموا على اعتقالات جديدة بعد تصفير السجون، بتعملوا عملية تانية، يعني يمكن أن تعدوا ب 7 أكتوبر جديدة؟ أنا أستطيع أن أعد بمعركة تحرير قادمة وليس فقط 7 أكتوبر. أف بالمدى المنظور؟ لا أظن أن ذلك سيكون بعيدا. لو عاد الزمن بكم إلى 6 تشرين، بتعملوا 7 تشرين كنتوا؟ 7 أكتوبر؟ لماذا يفترض البعض أننا سنتراجع عن دورنا وفعلنا المقاوم؟ ما في ندم يعني؟ ندم أننا حطمنا الفرقة، فرقة غزة، فرقة كاملة في جيش الاحتلال. قلت لي إنه في حال الإسرائيليين رجعوا أقدموا على اعتقالات جديدة بعد تصفير السجون، بتعملوا عملية تانية، يعني يمكن أن تعدوا ب 7 أكتوبر جديدة؟ أنا أستطيع أن أعد بمعركة تحرير قادمة وليس فقط 7 أكتوبر. أف بالمدى المنظور؟ لا أظن أن ذلك سيكون بعيداً.